حتى بعد افتتاح المنتزه الترفيهي الوحيد في مدينة جعار بمحافظة أبيان، لا يزال الأطفال يواجهون صعوبة في الاحتفال أثناء مناسبات الأعياد. فضيق المساحة التي تم تخصيصها لبناء المنتزه أعاق عملية تطويره ورفده بالألعاب، ليبقى المكان عاديا وغير مناسبا لاستقبال الأهالي في الإجازات والأعياد. في مدينة خنفر يوجد لدينا 2 متنزهات فقط، واحد كما تشاهدون هذا في الموقع هذا، والثاني في الشارع العام، وهذا نسبة في هذا المتنزه هو نقول 80% كآمن. قبل 4 أعوام أرادت السلطات المحلية التخفيف من الضغوطات الشعبية المطالبة بإنشاء حديقة عامة في أكبر مدن المحافظة كثافة سكانية، إذ عملت على تحويل مبنى السجن القديم إلى منتزه ترفيهي، غير أن نقص التجهيزات الخاصة به حال دون إنهاء الإشكالية. أن هذا المنتفس الوحيد لأصحاب جعار، منطقة أبناء جعار، لا أبيان خاصة محرومة من جميع الأشياء هذه، لأنها فيها تنفس العوائل والأطفال، أما المكان هذاك اللي هناك القنب برضه هناك، معني مكان عام شارع. فشل السلطات في إنشاء المتنفسات داخل المديرية لم يمنع المواطنين من إيجاد حلول مؤقتة لرسم البهجة على وجوه أطفالهم، ونجحوا في تحويل أحد الشوارع وسط المدينة إلى منتزه عيدي قبل أن يتحول إلى واحد من أهم الطقوس العيدية للأطفال منذ أكثر من عقدين. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.